كأس السوبر بتشكل موقع مرتقبة بين المدرستين الأرجنتينية والصربية، بين مدربين يملكان خبرة في الكرة السعودية. الموسم الماضي حمل ذكرى جيدة لراشوفيتش على صعيد المواجهات المباشرة، والتفوق هذا الموسم لدياز. ربيع أبو شقر، رغم أن الفيحاء هذا العام ليس كفيحاء العام الماضي من كافة النواحي، إلا أن فريق المجمع في مباريات الكؤوس يحمل مع مدربه فوك راشوفيتش ذكرى مباراة قلبت في الموسم الماضي التوقعات وكسرت الموازين وحرمت الثعلب الأرجنتيني رامون دياس من تحقيق ثنائية في أشهر قليلة بعد عودته إلى عرين الهلال. دياس وجها لوجه مع راشوفيتش للمرة الثانية هذا العام في كأس سوبر لم يحققها، والدفاع عنها يتطلب خطة أرجنتينية محكمة تستطيع النيل من العزيمة الصربية هذه المرة. المدرب الأرجنتيني صاحب الباع الطويل كلاعب ومدرب ليس في مرمى النيران، رغم أن الهلال تعادل بخمس مباريات هذا الموسم، فإن هذا المدرب ابن مدرسة ريفر بليت والعارف بخبايا الأمور في السعودية يملك نفسا طويلا بطول مسيرته الحافلة كلاعب ومدرب. نقاط القوة التي يملكها دياس في تشكيلته والتي تفوقت هذا الموسم بفوز صريح بالملز تسبق تشكيلة راشوفيتش بأحد عشر مركزا، لكن الأخير الذي تجمعه مع دياس خبرة في المنطقة العربية والسعودية على وجه الخصوص حقق نجاحات خالفت كل التوقعات وبإمكانيات بشرية أقل، وعرف كيف يصنع الفارق ويستغل ما لديه من خبرات لتحقيق الهدف. نجم بارتيزان الأسبق يعلم أن الأمور لا تسير هذا العام بالشكل الذي يتمناه للتشكيلة البرتغالية، إلا أنه في كل الأحوال يطمح لتحقيق المفاجأة مرة أخرى. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب. محسن، دياز في مواجهة راشوفيتش كيف شايفها؟ والله يعني دياز طبعا العارف بالدوري السعودي وعنده تجربة كبيرة قبل مع الهلال وحق البطولات. الهلال هادين من ناحيته، ما عليه ضغوطات بشكل كبير، ممكن داخل البيت الهلالي بس ما تظهر، لكن النتائج الفترة الأخيرة كثير كان عليه كلام وعليه انه عليه تصحيحها، خصوصا انه دائما يتقدم ويتأخر في المباراة يخسرها بالتعادل. المباراة الأخيرة اوكي عنده غيابات، عنده لاعبين مصابين، لكن في بعض الأندية نفس الحال، لكنهم يقدرون يعني يفوزون ومستمرين في الدوري. المدرب الفيحاء راشوفيتش مدرب يعني مدرب ذكي، عارف يلعب على قد امكانيات لاعبين، يعني غالبا ما انت شايف الكفه لمين ارجح يا محسن كمدرب؟ والله بالخبره كمدرب لدياز بكره، بالخبره وخبره المباريات تعتبر مباريات كوس خروج المغلوب، هذه تعتبر مباراه نهائيه، تلعب مباراه واحده وتلعب الثانيه وتاخذ كاس، فتوقع دياز عنده الخبره الافضل والاقدر انه ياخذها. يعني ابو عوف بيقولوا راشوفيتش مدرب كؤوس. صحيح مصطفى، والضغوطات على دياز اكثر طبعاً من راشوفيتش لانه يدرب الهلال وهذا طبيعي. انا اشوف الاثنين عندهم الخبره في الكره العربيه والكره الخليجيه، لان صار لهم فتره كبيره جدا. راشوفيتش درب في السعوديه ودرب في الامارات ورجع مره ثانيه للسعوديه، ودياز كذلك، فخبره التعامل مع الكره الخليجيه والكره السعوديه موجوده عند الاثنين، لكن امكانيات اللاعبين الأدوات عند دياز أفضل، عند دياز أفضل من خلال اللاعبين. راشوفيتش المدرب
محنك، مدرب عارف قدرات اللاعبين. حيسكر ويستنى يلعب على الهجمات المرتدة، بيلعب 4-5-1 ويسكر المساحات مثل ما عملها في نهائي كأس الملك، وقدر يتفوق على فريق أو قدر يتفوق على دياز. المباراة الثأرية هي اللي بتخلي يمكن دياز شوية يعني كعبه أعلى، كعبه أعلى لأنه يبغي يثأر من رازوفيتش. طيب